السلام عليكم، مرحبا بكم. الفيديو اليوم كله حماس وكله تحفيز. غادي نشارك معكم روتيني او لا طريقتي في تنظيف الحمام اللي كنديرها مره كل شهر. يلاه ما تمشيو فاين، مرحبا بكم معايا في الفيديو. هاد الخلطه العجيبه شنو كندير فيها؟ كندير البولبو، هذا خاص بكل شيء، الماء عن البيت اللي ما تحشاكم كل شيء. كندير واحد الكاس ديال هذا، المهم حفنه ديال هاد البولبو هذا الليمبيادور. كندير كاس ديال جافيل، كاس هذا ديزينفيكتانتي، هذه رائعه هاد جافيل. كندير كاس ديال هذا، هذا خاص للحمامات، كيحيد الموهو، ديك الكحوليه اللي كتبقى تكول لنا تحت الزاج وفي القنوت اللي ما كنحملوهاش كاملين، وهي هذيك كتحيدها. دونك حتى هذا كاس منه. وكندير الكاريت ديال الطواليط. ها انتم الخلطه هاكي كتجي على هذا الشكل، ها هي درتها هنايا. دونك كنهز من ديك الخلطه وبطبيعه الحال كندوزها كما كتشوفوا على الحمام ديالي كامل، على الجناب والقنوت، وغادي نخليه مده طويله على خاطرو ما زربانينش عليه، باش تحيد لنا كلشي داك الكحوله اللي كتكون لتحت. دابا عاد رجعت ليه انتوما من 12 النهار. المهم راه شي 12، دابا راه 7، شي 6 ولا 8 السوايع ولا 7 السوايع. غنشوفوا النتيجه انتوما. مشى كامل داك، شتو هادي غير هذيك كي كنقولوا حنايا القومه اللي كيديروا فاش كيركبوا الحمام، كيديروا هاد الجلده بلاستيلينا باش ما كيدخلش الماء. دونك هذا هو اللون اللي كان عندها قهوي. غادي نشوف دابا الجهه الاخرى. هانتوما هنا من الجهه ديال الباب كانت عندي من هنا حتى هي الكحوله. هانتوما هو الجديد، مازال كاع ما بديناش في الحكان. ها شفتوا، كيما راه مره في الشهر دائما خصنا نديروها باش نحافظوا على الحمام ديالنا نقي نقي. دونك وهذا هو الماتيريال اللي كنستعمل في تنظيف الحمام، هو هذا لاسيستا. ها هي كل حاجه، كل برودوي الحاجه، نحاولوا ما امكن نديروا برودوي ناتورال ديال الفينيغ والكول، لانه ديزانفيكتون، كيعقم، كيقتل الميكروبات، لان الحمام واحد البلاصه فين كيتجمعوا كاع خيرمينيس، يعني الميكروبات كيتجمعوا في الطواليت، خصنا ضروري نعقموها، ماشي غير جافيل 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 جافيل. داكور، دونك الماتيريال اللي كنحتاج هو هذا. كنستعملوا البانيو، ها هي مصور فيها، كيخلي الريحه عطره ديال ميركادونا. هذا غادي نحكو به البانيو. عندي هذا خليط ديال الكول والفينيغ ديال ليمبياسا والماء، نفس العبار، كاس 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 كاس. كنستعملوا المامبارا ديال الحمام والمرايه ديال الحمام، يعني اي حاجه ديال الزاج كنستعمل فيها هذا. المامبارا باش غادي نغسلها من الداخل بهذا خاص ديال الدوتشا. هانتوما راه علاني تسالاهي، الصراحة راه زوين هاد البرودوي، من نهار جربته وانا كنستعملو غير هو هذا. نحك بيها، كيجي بحال خابوني، بحال اللي فيه الصابون، ولكن خطير خطير جدا، كيحيد كاع داك الكالكار اللي كيكون مجموع في الزاجة هذا. وهذا خلاص راه عندي، هذا برودوي جديد، برودوي جديد واللي تعاد مؤخرا كنستعملو، كيصلح الحمام كما كتشوفوا هنا، كيخليه كيلمع وكيبري وكيحيد الكالكار. و عندي هاد الجليده اللي هي خطيره خطيره، هذه شريتها من ايكيا، هذه مسكينه عندها ما عرف شحال وهي معايا بها، في كل دوش كنمسحوها كنجلدو كاع الماء باش ما كيبقاش نقاطي تما. والشويتات ضروريا الاماكن الضيقه بحال هكا بين الزجاجه والقنت، وهذه القنوت، وهذه الحيط الا كان شي حاجه. هذه ديال ايكيا الصراحه ديال الكوزينه، ولكن انا خليها
خصيصا الحمام، الحيط ديال الحمام الا كان شي شامبوان ولا شي صابون ولا شي ماسكاريه يابسه على الحيط، دونك فاش كنكونوا كنحكوا كندوزوا هكا شويه كيتحيد كلشي. طبيعه الحال الزيوفه هذا غادي نشفوا به، وهذا غادي نستعملوه للزاج لان ما كيخليش الخيوط. وعندي هذا البرودوي اللي خطير 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 خطير، حتى هو دايره فيه شويه الصابون شويه الماء، صابون فايري ديال القشور، شويه د الماء شويه د الكول شويه د الفينيغ وشويه ديال الجافيل. عندي هنا خليط فين كنشوف البلاصه اللي مسخه بزاف كندير لها طا 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 وكنحكو. بطبيعه الحال الوانطي عندي هاد سيرفييتاس مولتي اوسو كنستعملهم للطواليت قبل ما نستعمل الزويف ديالي هنايا باش ما يتانفكتاش، كنمسح بهادي كنديزينفيكتي وكنلوحها. دونك على بركه الله يلا هو معايا تشوفوا، غادي نوريكم التنظيف ديالي ديال الحمام. دونك اول حاجه غادي نديروها انني غادي نحيد كلشي دوك الحوايج، نحيدهم باش نغسلوا ديك السيستا لان حتى هي بقوه الماء كتعمر كتكون حتى هي الوسخ. دونك اول حاجه غادي نديرها غادي نغسل هاد الطويصات ونمسحهم ونحيدهم على جنب. من بعد داك الخلطه اللي عندي ديال اللي وريتكم ديال الصابون ولا الكول والفينيغ كنرش بها الحيط هانتوما، وكنحك باش نحيدو كاع الا كان تما شي شامبوان لاصق ولا ماسكاريه ولا شي حاجه بيضاء، المهم اي حاجه غادي نحيدوها. من بعد كنمسح لا سيستا لان حتى هي كيكونوا فيها قطرات ديال الماء، كنمسحها كامله وكنعاود لها بزويف ناشف باش ما تبقاش ماشي باش ما تصداش معانا. حاجه ضروريه في الحمام اولا الحيوط ديال الحمام دائما خصنا نشفوهم من بعد اي دوش، سينو غادي تبقاو الماركات ديال الماء منقزين على الحيط وكيولي الشكل ديالو خايب. جا الدور ديال المنفارة كندوز عليها كامل بداك لو برودوي، كنستنى 5 دقائق وعاد غنبدا في الحكان ديال الزاج. وبطبيعة الحال نحكو دوك الجنيبات بديك شويتا، شتو الفعالية ديال ديك شويتا كتصلح للقنوت وكتصلح من التحت كتغسل مزيان افيكاس صراحة، يمكن شريتها من ليدل هاد الشويتا هادي. الزاج ديال الحمام فاش كيتغسل ويتمسح مزيان من الداخل ومن برا
كيعطي واحد النمعان وكيعطي واحد النظافه في الحمام نضاره. شكون اللي متفق معايا يخليه لي في الكومنتير لتحت، عافاكم الا ما تقولوا لي شنو كيعجبكم في التنظيف ديال الحمام، واش كترتاحوا في حالي فاش كتشوفوه نقيقي ولا لا لا. ديالنا ها هي تسالات، ها كي كيبقى الزاج اللمعان المنطره كلها كتولي نقيه، والحمام بطبيعه الحال من الداخل حتى هو هانتوما نقي، كلشي نظفناه كلشي ستفناه. شتو البريونس؟ هذه لا دوتشا، صراحه لا دوتشا خرجت لي مزيانه. هذا ترمومتر كتجي هنايا كتعبري الحراره، يعني كديري القياس ديال الحراره اللي بغيتي. دونك هنا كما كتشوفوا كندوز للطواليت حتى هي عندها طريقتها الخاصه. اول حاجه كنديرها دائما انني كنستعمل واحد الطويطه كنزيد عليها الكول والفينيغ، وكنديزينفيكتي الاول التواليت كامله وكنلوح داك الزويف، عاد كنبدا كننظف التواليت كما كتشوفوا. كنشوف هيا انا هذه هي الطريقه اللي كتخليني مرتاحه، وبهذا الشكل ما كيتوسخش الزيف او الترابو اللي كيكون عندنا. هنا بطبيعة الحال استغليت الفرصة وغسلت الشويتات ديالي مساكن شحال هادي ما درت لهم واحد التنظيف. هاديك كنستعمل انا صابون ديال اليدين، ما كنستعملش شي صابون سبيسيال ليهم، صابون ديال اليدين. وهاديك واحد الفرشاة كتباع وقيلة شديتها من البريمارك الا ما كذبتش، من البريمارك صافي رائعة في تنظيف الفرشاة ديال الوجه. صافي من تما فاش ساليت الشويتات كنغسل الحمام ديالي اللافابو. الا كتشوفوا راه كنستعمل واحد البونجا خاصه كنسميوها حنا بونجا اسبون خابورادورا، يعني رطيبه وما كتعاملش اللافابو بعنف، يعني ما كيتحيدلوش داك السيراميك. بهذا الشكل كنحافظوا على الحمام ديالنا كيبقى داك اللمعان في السيراميك.
بعد ما ساليت الزجاجة من على برا دوزت غير تدويزة خفيفة من الداخل، لان واحد النهار نشارك معكم التنظيف ديال الماريو من الداخل. اخر مرحله اللي كنديرها هي انني كنفرش الزربيه نقيقيه، بطبيعه الحال كنبدل الفاط طانطو ديال اليدين حتى ديال الدوتشه اللي عندي مور الباب، كنبدل كل شيء، كنرجع البابيي لبلاصتو، لا بوبيل حاشاكم في بلاصتها، ومن بعد ها نتوما الكاغط حتى هو نردو لبلاصتو، كل حاجه كنردها لبلاصتها. ومن بعد كندير المعطر في الزربيه وفي القوادس، هكا كتبقى الرائحه عاطره في الحمام. صراحه دالي مجهود كبير في التصوير، لان صعيب باش نصور كل لقطه، ولكن مع ذلك صورته لكم، شاركته معكم تنظيف. هانتوما الشميعه خليتها مؤقتا تما باش تطلق ريحه عطيره. الحمام ديالنا هانتوما كتشوفوا لابريون، صراحه ما صورت لكمش الحيط هنايا، راه مسحته كامل بالفينيغ والكول، كاملين الحيوط باش ما يجيش الفيديو طويل. وانتم كلشي مرصف بلاصتو، الحمام الريحه ديالو غزاله، ديزينفكتي معقم، يعني ندوشو فيه مرتاحين، كلشي مقيقي. وصلت المرايه ديالي، كلشي هذا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك، شاركوه مع الاصدقاء والاحباب، ونتمنى لكم عواشر مبروكه، رمضان على الابواب، ويلا احبائي حبيباتي نخليكم في امان الله، مع السلامه.